اوكي، صباح الخير على الجميع. المهم انا عندي الصباح دابا، هذه 8 الصباح، انا غادي للخدمه. الجو اليوم زوين، اليوم ماشي ما كاينش الصهد اليوم. زعما واحد خيتي غادي كتمشى قدامي بالكلب ديالها حتى هي على الصباح. فوالا، شحال ما تمشيت اليوم، بغيت نمشي لان الجو زوين. اليوم كاينه 40 درجه، ما عرفتش هي 40 درجه في المغرب شحال غادي تكون. فوالا، الجو زوين. نورمالمون كان دفت 9 الصباح، الخدمة ديالي كان دفت 9، ولكن دابا 8. يلاه الواحد يلاه الواحد يوصل للخدمة. عاد كيف واخا الثلج، واخا الثلج، دابا انا غادي بين جدراني من الثلج، ولكن رغم داكشي الجو سخون. ماشي الثلج، نعطيه واحد اليوم 3 ايام غادي يبدا يذوب. فوالا، هذا هو النهار كيفاش كندوزو. عرفتي واحد الجو كي داير، بنادم مازال نعاس، انت خارج غادي كتمشى، شي حاجة زوينة والله. يلاه كتسمع صوت العصافير ولا شي ناس اللي غادي للخدمة، فهمتي؟ مع كلشي دابا الأغلبية الناس مريحين مع الحجر الصحي، غير دوك اللي مغامرين هما اللي كيمشي يخدم. فوالا، غير بغيت نبارطاجي معاكم هذا الصباح الجميل. ما عرفتش نتوما ملي غادي نلوح انا الفيديو شايفه عندكم الصباح ولا العشيه، ولكن كيف ما كنقول لكم، شوف يعني جوز غادي نزلق. شفت الدنيا مثلجه هنايا. الدنيا مثلجه، مفركسه، كل شيء هو هذاك. واحد خيتي درت لقيتها كضحك عليا. هاي مولا ديك الطوموبيل، واش كضحك عليا ولا كضحك معايا ما نعرف. المهم انا فهمتها كضحك عليا. ديك العقلية ديال المغاربة، حيت انا غادي على رجلي، انا غادي كنتمشى. والله العظيم الا سمعت ديك القضية ديال زعما، والله العظيم اش غادي نقول لكم. الا بغيتي اي واحد مثلا تيهتم بالشأن المغربي، منين غادي تبداها؟ منين غادي تبداها؟ الا بغيت يهضر على المغرب، منين غادي تبداها؟ والله منين غادي تبداها؟ تبداها من المشكل الامني في المغرب، عدم الاهتمام بالشعب. كنشوفوا مثلا الجرائم اللي كتوقع في المغرب في حق الانسانيه، بحال الناس مثلا، الناس اللي ماتوا في المعمل طنجة، هذيك جريمه في حق الانسانيه. الناس اللي تقتلوا في سلاح، هذيك جريمه في حق الانسانيه. ولكن الشعب المغربي، عرفت واحد القضيه مثلا، كون وقعت هاد الازمات في دوله متقدمه، دوله كتحترم الشعب ديالها، كان المسؤول الاول في الدوله غادي يخرج ويتعاطف مع الناس ويقدم واحد الكلمه ديال انهم يعني راه كيتعاطف معاهم، انه كيحس بيهم، انه. ولكن حنا في المغرب المسؤول الاول ديال الدوله فينا هو يا. ولا كيدير لهم ديك العباد القالب، انا راه عندي البرلمان ورئيس الحكومه وديك الخوال بالخاوي، ياك هادشي اللي كيدير اليوم. ولكن راه هو جالس كيتبرع مع قبو، ياك الحياه السعيده. والشعب مسكين جالس، قاسي وتعاني، ديال الويلات من جميع الانواع، الويلات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه. وسمعت مؤخرا ديك القضيه الجديده ديال الزياده في الاسعار. هذه راه كانت متوقعه، هذه راه كانت متوقعه. نقول لكم عليك واحد القضيه، دوك الناس اللي تيقول لك مقاطعه الشركات الاجنبيه ولا الشركات الفرنسيه، راه هذيك الشركه محمد السادس، اي شركه في المغرب عنده فيها نسبه من الاسهم تقدر توصل حتى ل 50% من الاسهم. دونك راه اللي زاد لكم الاسعار، راه ماشي فرنسا ولا امريكا ولا تايلاند، راه النظام المغربي هو اللي كيجمع رض. واحد القضيه اخرى، هذيك الزيوت ديال الطبخ، هذيك راه مسمومه اولا،
سيروا قلبوا غير في يوتيوب، سيروا قلبوا في جوجل زويوس، يعني هذيك هي سبب الكونسير، السبب ديال بس كدير الكونسير، كدير ضغط الدم، يعني سبب ديال واحد مجموعه من الامراض. ولكن اش غادي دير؟ ما عندك ما ندير. المقاطعه ما غاديش تنفع. راه شي تقول لي مقاطعه، راه ما غادير والو المقاطعه، ما عندها ما دير. راه خاص تكون انتفاضه في المغرب، راه ماشي غير على الاسعار، ماشي غير على الظلم، ماشي غير على فساد القضاء، ماشي على فساد التعليم، راه خاص تكون انتفاضه على داك الشيء اللي كيطرى في المغرب منذ زمن طويل. وهما عارفينكم، دابا النضال المغربي عارف الشعب المغربي، عارف لي المهدئات ديالو شنو هي، شنو كيفاش كينومو، كيفاش كينعسو، كيفاش كيخدم ليه داك يا داكشي اللي كاين، كيفاش تيكالميوهم، كيفاش تينعسوهم. لا ما فيش كل زعما، والله العظيم الا شو واحد البوكي بفلور، واخا ديال الميكا ولكن زوين، شو هاد الناس دايرين معلقينو هنايا. هذا هدية لجميع المشاركين والمشاركات. والله العظيم بالله زعما الا شنقول لكم، واش المغرب ازمه؟ تقول لي ازمه، شي حاجه اكثر من الازمه، اش تقول؟ كارثه اكثر من الكارثه. ولكن هما لاقين لكم الحلول، فهمتي؟ ديك اللعبه ديال حلف اماره المؤمنين، والله هو المسؤول على هذا الشيء، وطلبوا الله وصليوا، وراه ربي غادي يسهل لكم، وراه ربي غادي يدير لكم. ولكن راه ربي ما مسؤول حتى شي حاجه من هذا الشيء. راه محمد السادس هو المسؤول على الاوضاع في المغرب، وما الله ما عنده حتى شي مسؤوليه في هذا الشيء. يا غير الخوا الخابو صافي، اش غنقول لكم الخوا الخوات؟ كنتمنى لكم يوم سعيد، وتبارك الله عليكم وتبارك الله في راسكم.